زار وفد برلماني عربي للمرة الأولى منذ عام 2011 بقيادة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سوريا، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. فما مدلولات هذه الزيارة؟ لنتابع. شيئا فشيئا تتصارع الخطى وتتكشف النوايا، والحقيقة الوحيدة الثابتة في سوريا هي المصالح المزخرفة بعناوين الظروف القاهرة وتبريرات من قبيل. حان الوقت ولم يعد هناك خيارات، بالإضافة إلى الضرورة لوضع خطة استراتيجية لأمن المنطقة في قادم الأيام، وغيرها من الكلمات والمصطلحات التي ترافق اللعبة السياسية ذات الرصيد العالي من الدماء. فإلى دمشق اتجه وفد برلماني عربي والتقى الرئيس السوري بشار الأسد بهدف التضامن مع سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلاد يوم 6 شباط فبراير الجاري. وكان الوفد الذي يتقدمه رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي قد وصل صباح الأحد إلى دمشق للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها بحسب ما ذكرته وكالة سانة التابعة للحكومة السورية. وضم الوفد إلى جانب الحلبوسي كل من رؤساء مجلس النواب في الإمارات والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة لرؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وذلك في أعقاب مؤتمر للاتحاد في العاصمة العراقية بغداد. وتتزامن هذه الزيارة مع تقارير تحدثت مؤخراً عن جهود عربية تقودها بالدرجة الأولى الإمارات والأردن انخراط أكبر في الأزمة السورية تقود إلى تسوية وتقليص تدريجي للدور الإيراني في سوريا. ولعل أبرز المواقف المفاجئة كانت السعودية، إذ دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى ما أسماه نهجاً جديداً إزاء الأزمة في سوريا في ظل غياب أفق الحل السياسي هناك، حيث قال بن فرحان خلال كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا إنه في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي، فإنه بدأ يتشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. وبحسب الوزير السعودي فإنه لا جدوى من عزل سوريا، وإن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما، حتى تتسنى معالجة المسائل الإنسانية على الأقل، بما في ذلك عودة اللاجئين على حد تعبيره. وتأتي هذه التصريحات اللافتة للسعودية على عكس السياسة التي اتبعتها سابقاً تجاه الحكومة السورية خلال سنوات الحرب المستمرة منذ نحو 12 عاماً. من جهة أخرى، المواقف الغربية كانت ثابتة على مسارها، متمسكة بلاءاتها الثلاث، رافضة التطبيع مع دمشق ولا تشجع هذه الخطوة، لكن من غير المعلوم إن كان السبب هو المبدأ أم أن لها اعتبارات أخرى. ولأنها معنية بحقوق الإنسان جمدت عقوباتها عن مقدمي المساعدات لسوريا. لكن التساؤلات الأبرز هنا، خاصة وأن كل الطرق تتجه نحو دمشق، وبحسب مراقب أمام الشاشات وعناوين الأخبار، هل زمن المصالحة مع المعارضة بقيادة النظام التركي الذي يسعى جاهداً لفتح صفحة جديدة بيضاء مع الحكومة السورية سيبدأ؟ وهل الرئيس السوري سيقدم نحو مرحلة تتسم بعملية حوكمة جديدة تمحي عقداً لا يعلم كيف سيكتبه التاريخ مستقبلاً؟ نقدم لكم بأحر التعازي والمواساة ولفقدان. لمناقشة هذا المحور أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن إيطاليا دكتور عدي رمضان باحث ومحلل سياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من عند حضرتك دكتور عدي، ماذا تقرأ في مدلولات زيارة الوفد البرلمان العربي لسوريا وهو الأول منذ عام 2011؟ أسعد الله مساءك أستاذي الكريم ومساء ضيفك الدكتور مختار ومساء السادة المشاهدين. يعني يا سيدي الكريم، باختصار شديد الرياح تغيرت، هي ربما هي رياح سيبيرية، ربما هي رياح قادمة من الفيدرالية الروسية،
يعني اليوم العرب هم في موضع غير في موقف غير الموقف الذي كانوا عليه منذ عقد ونيف من الزمن. ربما الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، وهناك تغيرات جديدة وانفتاحات واتجاهات وتمحورات لم نكن نعهدها في يعني على الأقل في التاريخ الفائت أو العقود الأخيرة. اليوم هناك تغير في اتجاه الدول في يعني مسيرة الدول العربية وفي طبيعتها المملكة العربية السعودية التي هي غائبة اليوم عن الحضور في دمشق، ولكنها حاضرة بحضور معنوي سواء كانت عبر تصريح وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيضا حضور الإمارات، والكل يدرك بأن الإمارات العربية المتحدة يعني تنسق تنسيقا كاملا مع المملكة العربية السعودية. أيضا الدولة الكبرى العربية يعني جمهورية مصر العربية لها دور أساسي حينما يتجه يعني اليوم تتجه جمهورية مصر العربية عبر رئيس برلمانها وبتصريح يعني لا أقول فاجأ الجميع، ولكن تصريح له اعتبارات سياسية كبيرة حينما يقول من مطار دمشق: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة وبالحرف الواحد لدعم شعبها وقيادتها وحكومتها وشعبها. هنا دليل واضح وكبير على أن السياسة العربية تتغير، والسياسة العربية تغيرت تجاه الأزمة السورية. وقبل كل ذلك أكرر، هناك رياح سيبيرية قادمة تجبر الجميع على التموضع في مكان ما أو في غير الذي عهدنا أو الذي تعودنا عليه في السابق. أيضا قراءة سياسية أخرى، يعني هذا بينما بين السطور، كان الجميع يقول منذ عقد ونيف من الزمن بأن على الحكومة السورية أو بالأخص على الرئيس الأسد أن يرحل. لم يعد هذا الخطاب يعني معهودا لدى القادة السياسيين العرب، ولكن تبدل بالمجمل، تبدل بكل شيء. ولا أظن يعني يا سيدي أن الكارثة هي التي كانت السبب في التقارب. قبل الكارثة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، كارثة الزلزال وجزء من يعني وتركيا والجزء الجنوبي من تركيا، كانت هناك تغيرات وأتت الكارثة. يعني هذه الكارثة ربما كانت يعني هي السبب الذي أو الحجة إذا أردنا بهذا التقارب. وأكرر الغير مفاجئ، لأنه منذ عامين من الزمن رأينا بدءا من الإمارات، ورأينا زيارة الرئيس الأسد مؤخرا منذ يعني 10 أو 20 يوم إلى سلطنة عمان، وكان مقررا أن يزور بلدة دولة عربية أخرى، ولكن الأمور لم تنتهي بالشكل الذي أريد له. ولكن اليوم يتبلور هذا الموقف الذي يعني تجمع عليه الدول العربية أو على الأقل الدول الأكثر فعالية، وهي جمهورية مصر العربية. طيب. والمملكة العربية السعودية. نعم دكتور مختار، أرحب بك مجددا. أهلا بك دكتور مختار. إذن الدكتور عدي يقول أن الرياح تغيرت وأن الزلزال هو ليس السبب، هو بل هو حجة للانفتاح العربي تجاه دمشق، لكن ما الذي غير الرياح العربية اليوم دكتور مختار؟ يعني ما لو بحثنا في اختيار ومدلولات التوقيت كيف يفهم، خاصة أنه جاء بعد اتصالات عربية وأيضا زيارات إلى دمشق بعد كارثة الزلزال؟ تحياتي ليك ابتداء، وتحياتي للدكتور عدي، ويعني أنا سعيد أن أكون موجود مع الدكتور عدي في هذه الحلقة. بالتأكيد يعني أنا أضم صوتي لصوت الدكتور عدي فيما طرحه من أمور، وأضيف الواقع العربي واقع يعاني من خلل في آليات التعامل مع الكثير جدا من الملفات. أتفق في أنه حادثة الزلزال لم تكن البداية، كلنا عارفين أنه كان عودة سوريا إلى مقعدها الدائم في جامعة الدول العربية كان مطروحا بشدة قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر، والجزائر كانت ضاغطة في هذا النطاق، لكن حصل يعني عدم توافق عربي حوالين هذه المسألة. ما زالت دول مترددة، وهناك دول متحفظة، واسمح لي أنا لا أذكر دول بعينها في هذا النطاق، وما زالت دول متحمسة بشدة في هذا الموضوع.
على رأس المتحمسين الجزائر، الإمارات، يعني كلتا الدولتين كانوا متحمسين بشدة لمسألة عودة سوريا لمقعدها. ولكن عجيب الأمر أنه رؤية في اجتماع ضم وزير الخارجية الجزائري مع وزير الخارجية السوري وبطلب من سوريا رؤية تأجيل مسألة عودة سوريا إلى مقعدها الدائم في جامعة الدول العربية إلى مؤتمر القمة القادم نتيجة الخلافات الكبيرة اللي كانت موجودة ما بين دول العالم العربي. ثم أتى الزلزال بما أتى إليه، وهناك إرهاصات كثيرة جدا موجودة داخل العالم العربي. سوريا وبعدها، اندماج إيران بشدة مع الطرف السوري ربما على حساب مقدرات منظومة الأمن القومي العربي، ودي مسألة إلى حد كبير جدا مزعجة. ومتصور أن القوى الكبيرة عندما أخذت هذا الأمر بمنطق الجدية أو بمنطق البحث أو بمنطق الدراسة تمهيدا لهذه العودة إن وجدت في خلال مؤتمر القمة القادم في المملكة العربية السعودية ربما في نوفمبر 2023، تكون هناك مستجدات كثيرة جدا قد حصلت. من ضمن هذه المستجدات أن إرهاصات عودة سوريا إلى هذه القمة قد تكون بدايات لمحاولة حلحلة الصراع السياسي الموجود داخل الساحة السورية بشكل أو بآخر، تمهيد الأرض لعودة سوريا إلى مقعدها الدائم لجامعة الدول العربية، وهي مسألة أصبحت ملحة طبقا لمنظومة الأمن القومي العربي. لأنه حديث إيران وتغلغلها في ملفات عربية حصرية، وهو حديث شهير لعلي أكبر ولياتي وزير الخارجية إيراني، أنه قدر وزير الخارجية الأسبق ومستشار الرئاسة الإيرانية، أنه قدر إيران محتوم في 4 عواصم عربية وصعب جدا حل معضلة من معضلات هذه العواصم إلا بالحديث مع إيران، وسمى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. ودي كلها ملفات خرجت تقريبا من عباءة منظومة الأمن القومي العربي. يستزيد في ده حالة الصراع المحتدم ما بين الشرق والغرب، أو ما بين الطرف الأمريكي ومؤيديه والطرف الروسي ومسانديه. ومن الأهمية للعالم العربي أن يبحث له عن تموضع داخل هذا الصراع ما بين حياد وما بين ميل من طرف إلى طرف آخر، ودي مسألة أنا متصور العالم العربي ما زال حاير فيها. من هنا أتت هذه الزيارة اللي احنا كلنا ترقبناها للوفد المنبثق عن البرلمان العربي بعد اجتماعه، ومتصور أن هذا الوفد ليست النهاية، هي بداية لمسألة بحث عودة سوريا، وسوف يعني يتبعها خطوات أخرى. إذا دكتور مختار، أفهم من حديثك أن هذه الزيارة للوفد البرلمان العربي هي الأولى كما تحدثنا لسوريا، هي ربما تكون دفعة قوية وتوسعت لفك العزلة عن سوريا تجاه المحيط العربي. بداية هذه العودة، وهل بداية، لأن بداية هذه العودة أنا مش عايز أقول لك شروط، لكن أنا عايز أقول لك أن هناك أشياء واجب أن تحدث داخل الدولة السورية إن أردنا أن نصل بمنتهى العودة لسوريا. لأن خلي بالك أن هذا الأمر قدامه لسه 7 شهور أو 8 شهور عشان يتم إقراره رسميا داخل منظومة جامعة الدول العربية، وهو مؤتمر القمة العربي القادم. أمام هذه الفترة هيكون هناك حراك على المستوى الداخلي العربي يصاحبه حل أو حلحلة للمعضلة السورية مع طبيعة الصراع الموجود ما بين الشرق والغرب. أنا متصور أن دي 3 ملفات مهمة لم تحسم بعد، ولكن أنت وضعت بذرة البداية. نعم. طيب دكتور عدي، الدكتور مختار أتى على ذكر إيران ودورها في الملف السوري، وكما تعلم أن إيران هي الحليف الأبرز لدمشق خلال هذه الأزمة. إيران كيف تراقب ويعني هذا التغيير في النهج العربي مع دمشق ومحاولة جرها إلى المحيط العربي، وكما تعلم طهران كما تحدثنا هي حليف دمشق؟ يعني سيد الكريم، يعني من يلاحظ في السياسة، في سياسة الشرق الأوسط، وأنا أتفق تماما مع الدكتور مختار في تحليله وبأن الأمور يعني نحن نشهد مرحلة جديدة، ولكن إيران يا سيد الكريم لم تخفي يعني حتى العدو التاريخي لها هي يعني المنظومة الخليجية. حينما يقول وزير خارجية المملكة العربية السعودية وحينما يقول بأنه ربما
وتحصل لقاءات، وعلى ما أظن حصلت لقاءات على مستوى أجهزة المخابرات سواء الإيرانية والسعودية للتحضير لقمة على مستوى قمة على مستوى وزراء الخارجية، وربما من بعدها على مستوى القمة الإيرانية السعودية. إيران يعني حتى هذه اللحظة ليست ضد هذا يعني هذا الانفتاح على دمشق، ولكن بالعكس هذا يعني يعيد يعني تقييم علاقاتها مع الدول العربية. أكرر مجددا، سواء يعني الطرف الإيراني أو الطرف الخليجي أو الطرف السوري أو الدول العربية مجتمعة، هم يتأثرون تأثيرا كبيرا بما يحصل في الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الحرب يعني لا بد من غرب التموضع، يعني أين يتموضع الجميع. وكما قال الدكتور مختار، يعني بعض الدول العربية لم تحسم أمرها، ما زالت على الأقل مرتبكة في هذا الصراع، وما زالت تظن بعض ليس الجميع، يعني حينما نحلل أيضا المملكة العربية السعودية، الكل كان يدرك بأن المملكة العربية السعودية هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سياسات المملكة العربية السعودية من عدم يعني إنتاج زيادة إنتاج النفط واتجاهها اقتصاديا نحو طريق الحرير، وأيضا تقارب سعودي إيراني على مستوى ما أو في ما أو في مرحلة ما، يجعل من إيران يعني أن ترى بهذا التقارب العربي الجديد تقاربا إيجابيا قد يحل أيضا مشاكلها مع الدول العربية سواء في لبنان أو في سوريا أو في بغداد أو في صنعاء. هذا التقارب يولد تقاربا أيضا بين الدول العربية من جهة وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد وأظن بأن إيران يعني تنظر إلى هذا الموضوع بشكل إيجابي ولا تعرقله. لو كانت تريد عرقلته على الأظن لم يحصل هذا الاحتفاء أو بهذا الشكل. أو خير دليل على ذلك بأن الانطلاقة قامت من رئيس البرلمان العراقي الذي ترأس الوفد، والكل يدرك مدى تأثير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السياسة العراقية. إذن أظن بأن إيران أعطت الضوء الأخضر على الأقل لحلفائها في المنطقة سواء كانوا في دمشق أو كانوا في العراق أو في لبنان، بأن هذا التقارب لابد منه. طيب، لإنهاء الوضع. دكتور مختار، يتحدث دكتور عدي يقول أن إيران ليست معترضة على هذا التقارب وأنها تنظر إلى الموضوع بأنه إيجابي. ما مصلحة إيران في عودة سوريا إلى محيطها العربي؟ يعني ألا تخشى أن تؤثر على مصالحها في يعني سوريا؟ صحيح. يعني أنا متصور إنه قبول إيران بعودة سوريا إلى مقعدها الدائم للعالم العربي هكله محددات. يعني أنا مش متصور، مش هيكون شيك على بياض يعني العودة السورية إلى منظومة العالم العربي، لأنه معلوم أن استراتيجية العلاقة السورية الإيرانية ليست وليدة حكم بشار، هي وليدة حكم أبو بشار حافظ الأسد. هذا الرجل هو الذي وضع بذرة العلاقات الاستراتيجية مع إيران، وبالتأكيد الوجود الإيراني داخل الساحة السورية باعتبارها منطقة نفوذ ومنطقة مصلحة استراتيجية بالنسبة لإيران مش هتتخلى عنه بسهولة إلا وفق توافقات مع العالم العربي. شكل التوافقات هتكون شكلها إيه؟ آلياتها إيه؟ المملكة العربية السعودية، مصر، القوى الكبرى، دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح معظم الدول مجلس التعاون الخليجي على علاقات خاصة بإيران. سلطنة عمان كانت صندوق البريد ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي في الاتفاق الأولي الخاص بالبرنامج النووي اللي تم سحبه من قبل ترامب. فأنا متصور أن القبول الإيراني قبول له محددات، هذه المحددات هتصل إلى مرحلة رؤية إيران لعلاقة إيران بسوريا وعلاقة إيران بالعالم العربي فيما بعد، ومن هذا المنطلق هيكون هناك القبول النهائي أو التحفظ على هذه المعضلة من وجهة نظر.
الأمر الثاني أن هناك بعد أمن قوم عربي، بعد قومية عربية. هذا البعد الخاص بالأمن القومي العربي والقومية العربية ربما أتى من دول متحمسة أو دول بترى أن يعني البعد العربي بهذا التشرذم وهذا التيه واجب علينا بشكل أو بآخر أن نعيده أو أن نراجعه أو أن نصححه. لكن هذه المراجعة وهذا التصحيح وهذه الإعادة ليست سهلة، هي معقدة، لأن هي هتصطدم بمصالح قوة كبيرة جدا متدخلة في العالم العربي، ومتصور أن هناك ثلاث قوة هذه القوة هيكون لها كلمة في هذا الأمر. تركيا مش بعيدة تماما عن هذا البعد أو هذا القرب، باعتبار تركيا وإيران والروس هم أكبر المسيطرين على آليات الحل السياسي والعسكري داخل الساحة السورية. فتركيا مش بعيدة، ما ننساهاش. إيران لها دور ولها دور حيوي وأساسي. الروس وعلاقاتهم الاستراتيجية والعسكرية والاتفاقيات العسكرية اللي موجود بينهم وبين النظام محدداته هيكون إيه في ظل عودة سوريا. الدول المتحفظة أو المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي في ظل انقسام العالم الآن ما بين شرقه وغربه هيكون شكل الموائمات إيه؟ يعني الرئيس الصيني عندما زار العالم العربي وضع خط مهم جدا وهو البعد الاقتصادي وعلاقته بالعالم العربي، لكن ما زالت منطقة الخليج وصاية أمريكية، وما زال المال الخليجي والمال العربي في البنوك الأمريكية والبنوك الأوروبية، ومش عايز أخدك للغة أرقام. الأمر الموائمة ما بين هذا الأمر الاقتصادي وهذا الأمر الأمني أو العسكري آليات التخلص منه. يعني أنا حتى كما تفضل الدكتور عدي وكما شاهدنا مؤخرا دكتور مختار الحديث الذي ربما كان مفاجئ للكثير، حديث وزير خارجية السعودي أنه قال لا جدوى من الاستمرار في عزلة سوريا وأنه يجب اتباع نهج جديد مع الأزمة السورية. إذن هذا الحديث عن ماذا ينم؟ وتحدث أن منطقة نفوذ أمريكي منطقة الخليج اليوم. نعم أنا هاخدك تلغرافيا، يعني نهج جديد، بس النهج الجديد هيكون شكله إيه؟ عودة كاملة ولا مش عودة كاملة؟ واحنا عارفين ان ارهاصات ضيق السعودية من ايران ايه، والتخوف السعودية من ايران وبرنامج النووي الخاص بها. والسعودية طالما انت ذكرت السعودية، انا ما كنتش هقول دول، طالما انت ذكرت السعودية، السعودية ذاتها قبل 2015 كانت تتحدث على بشار ان يختار طريق خروجه سياسيا او عسكريا. يعني نعم. السعودية كانوا من اكبر المتحمسين لذهاب بشار ونظامه. فالرجوع له محددات، وأنا متصور إن إرهاصاته حتى وإن كان عنوانها الأساسي التضامن مع الشعب السوري والتضامن مع كارثة الزلزال وغيره، لكن الباطن السياسي لهذا التضامن له أمور كثيرة جدا وله يعني آليات وتحالفات قديمة وجديدة ومحددات وقوة متدخلة في هذا الأمر، والأمر ده كله لازم يحسم. مش عايز أقول حسمه بالمطلق، لكن على الأقل أنت لازم تحط محددات خلال المرحلة القادمة. الدول الصانعة والضالعة في المعضلة السورية هتتعامل معها بأي منطق؟ نعم. وهتقبل هذا القرب عند أي محطة؟ نعم. دكتور مختار، على ذكر المحددات، دكتور عدي، هناك حديث إعلامي خلال الأيام القليلة الماضية عن مطالب أو شروط سميها ما شئت من قبل السعودية لبشار الأسد والحكومة في دمشق، منها موضوع إخراج المعتقلين وأيضا عدم منح المزيد من التسهيلات والمساهمات لإيران في سوريا والجلوس مع أطراف معارضة يعني لمباحثات حقيقية والانتقال إلى مرحلة انتقالية وتطبيق القرار 2254. هنا نسأل اليوم أمام هذا الانفتاح، المقابل هذا الانفتاح العربي، إلى أي درجة سوريا أو دمشق أو المنظومة السياسية الحاكمة في سوريا في دمشق تقبل أن تغير نهجها أيضا كما دعت إليها السعودية، يعني وبالتالي أن تفاوض على بعض هذه البنود وربما وبالعودة بالتالي العودة إلى المحيط العربي؟ سيد الكريم، يعني لنبدأ من نقطة معينة. اليوم السعودية في ظل عهد ولاية الأمير محمد، يعني ولي العهد محمد بن سلمان، هي ليست السعودية التي كانت في ظل أو في عهد من سبقه. هذا الرجل هو رجل شاب، رجل أدرك من أين تؤكل الكتف، ورجل يريد مصلحة السعودية ومصلحة القومية العربية، يعني على الأقل في خطاباته قبل كل شيء. موضوع المعتقلين يا سيد
الكريم ليس هو الموضوع، هو ربما أيضا شعارات. يعني في السعودية معتقلين وفي كل دول العالم معتقلين بغض النظر عن تلك الشعارات البراقة. أيضا الأمير محمد بن سلمان يعني حدد خطوته الاستراتيجية الكبرى تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قالها بالحرف الواحد: حينما تتخلى إيران عن برنامجها النووي ولا يكون هناك خطر، فليس لدينا مشكلة مع إيران. من في هذا السياق وفي هذا الإطار هنا يعني تأتي طلبات المملكة العربية السعودية من الجمهورية العربية السورية وبالتحديد من الرئيس الدكتور بشار الأسد. على ما أظن بأن تسوية الوضع هو أمر معقد كما قال الدكتور مختار، ومعقد جدا، ولكن في النهاية حينما تتغلب المصلحة الكبرى لمصالح تلك الدول لا بد من تنازلات هنا في مكان ما في هنا أو في مكان ما في الطرف الآخر. بالنهاية كل هذا يتوقف على مجريات الحرب، وأكرر ما يشهده العالم اليوم من خطر الحرب النووية ومن خطر يعني هذه الحرب التي قد تجتاح الأخطر واليابس على كل الأصعدة. الكل ينتظر أين سيتموضع في هذه الحرب، والكل ينتظر كيف ستؤول الأمور. يعني سواء إن هزمت روسيا سيكون الوقع على العالم أكثر بكثير من أنها إذا ربحت. الكل ينتظر هذه اللحظة، والكل يتموضع من خلال ما تؤول إليه الأمور. طيب دكتور عدي، بالوقت المتبقي بقي معي دقيقة، يعني سؤال أخير لحضرتك دكتور عدي وأختم، لم تجوبني عن السؤال: هل دمشق مستعدة لتغيير نهجها السياسي المتبع منذ سنوات للعودة إلى محيطها العربي؟ سيدي الكريم، دمشق لم تخفي يوما بأنها هي نواة أساسية لمحيطها العربي، وأن مواقفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت نابعة من مواقف كما قال الدكتور مختار ليس في عهد الرئيس بشار الأسد ولكن في عهد الراحل الرئيس حافظ الأسد. ولكن هذه تغيير نهجها يأتي أيضا حفاظا على مصالح حلفائها وعلى مصالح من خلال هذه 11 عاما من قام بدعمها حينما تخلى عنها الجميع. طيب دكتور مختار، أيضا بدقيقة لو سمحت، تحدثتم حضراتكم يعني عن موضوع أن الموضوع الوضع معقد جدا. هل الأشهر المتبقية أمام القمة العربية المقبلة في السعودية هل هي كفيلة بحلحلة هذه العقد؟ نعم، مش بحلحلة هذه العقد، لكن على الأقل وضع إطار عام للتعامل معها. لأنك أنت زي ما قلت لك البعد العربي هنا مش بعد عربي منفصل، أنت عندك البعد العربي الداخلي وده ملف بعد العالم العربي بالقوى الإقليمية صاحبة التأثير في هذه القضية، ملف بعد العالم العربي بطريقة التقسيم ما بين الشرق والغرب ملف، وعودة سوريا إلى مقعدها جزء من هذا الملف، ما فيش شك في ده. الجزئية الثانية، وأنت طرحت سؤال على الدكتور عدي والحقيقة جاوب بدبلوماسية وذكاء. نعم. يعني مسألة تغيير نهج النظام في سوريا، يعني أنا متصور أن ده اختبار صعب، أنه هل النظام في سوريا هيدرك حالة التعاطف العالم العربي مع محددات ومطالب الشعب السوري طبقا لكارثة هذه الزلزال، ورغبة العالم العربي في جذب سوريا إلى منظومة الأمن القومي العربي من جديد ولا لا، وهيبدأ يعالج موضوعه وآليات اندماجه مع إيران على حساب مقدرات العالم العربي ولا لا. لأن خلينا أقول لك كده بصريح العبارة، التحالف الاستراتيجي الإيراني السوري هو على حساب مقدرات الأمن القومي العربي ومحدداته، ولابد أن احنا نفصل ما بين علاقة خاصة بقوة إقليمية أو قوة دولية وما بين مطالب الأمن القومي العربي وآليات الحفاظ عليه. تركيا هتترك المسألة دي تمر كده بسهولة دون أي مناغصات موجودة في الداخل السوري؟ الأيام القادمة حبلة بالكثير جدا من المشاهد. نعم، والملفات ما زالت معقدة ومتشابكة كما تفضلتما ضيفي الكريبات. دكتور مختار، نعم أو لا، هل سوريا ستعود إلى مقعدها في القمة المقبلة؟ أميل بنسبة كبيرة جدا، 80% ممكن تعود. نعم،
أشكركما ضيفي الكريمين من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن إيطاليا الدكتور عدي رمضان باحث ومحلل سياسي، شكرا لكما. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ثم نعود.